Avec vos conditions. C'est pas aujourd'hui que vous êtes en train de faire, de vous demander des choses qui sont pratiquement sont pas contractuelles. الجلسة تعمل مع كل يعني مع شركة صينية وكذلك كل متعاملين على مستوى هذا المركب الرياضي. أولا قبل كل شيء الكل يعلم بلي بشكل المشروع كان يعاني من العديد من المشاكل خاصة المشاكل المالية، وسيد الوزير الأول وزير المالية يعني تفضل ويعني بإعادة تقييم كل العمليات وكذلك توفير الأموال اللازمة من أجل تسديد فاتورات المقاولات اللي راهي تشتغل على هذا المشروع هذا. ولما رفعت هذه الإشكالية هذه يعني الهدف من الزيارة هو إعادة بعث المشروع وكذلك تنشيطه وتحسيس الجميع بأهمية هذا المشروع من أجل أن نتجند جميعا حتى نكون جاهزين وفي الموعد المحدد لتنظيم الألعاب المتوسطية. يعني اللقاء تطرقنا إلى كل المشاكل المالية اللي كان يعاني منها خاصة المقاولة الصينية MCC، وكذلك يعني بعض المقاولين الجزائريين اللي يعني يقوموا كذلك بعض الخدمات على مستوى المركب هذا، فيه المشاكل كذلك التقنية التي تطرقنا إليها. واتفقنا جميعا أول نقب كل شيء على أنه تكون فيه يعني فوج تاع عمل. هذا الفوج تاع العمل هذا راح يكون نترأسه أنا شخصيا سيد والي الولاية شخصيا، ويعني تكون فيه زيارات يومية ويكون فيه لقاءات يومية، وكل يوم خميس يعني راح يكون فيه جلسة نتاع عمل من أجل يعني التطرق إلى كل الجوانب ولم كل الإشكالات وكل النقائص والعمل على حلها من أجل تجنب أي تأخر. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.